صينيه الجلاش برضو مش محشيه ولا لحمه ولا فراخ ولا بسطرم ولا سجق ولا اي حاجه، هنحشيها برضو ميكس جبن بحاجات بسيطه موجوده من عندنا من التلاجة. هندهنها بسمنه ولا بزبده؟ لا، هدهن بزيت، هورق الجلاش بتاعنا بزيت، وكل اللي هحتاجه كوبايه حليب مع البضايه عشان الوش بتاع الجلاش. طيب انا مستخدمه ايه النهارده؟ لفه جلاش، شويه جبنه موتزاريلا. بصوا انا يعني متعمده ان انا استخدم حبايبي علشان تعرفوا ان الحاجات دي اصلا من عندنا، حاجات من البيت، مش شرط ان انا اجيب كميات عشان اعمل وصفه، ما يبقاش ان انا عامله اسبوع اقتصادي وبنستخدم الحاجه اللي موجوده عندنا في البيت واقول لك مثلا هاتي ربع كيلو جبنه موتزاريلا ولا نص كيلو، هاتي ربع زيتون، هاتي نص كيلو فلفل الوان. لا، انا مش عايزه كل ده، انا عايزه الحاجات البسيطه اللي احنا نفتح التلاجة نلاقيها موجوده في التلاجة. لفه الجلاش ب 2 جنيه ونص او ب 3 ونص بالكتير قوي، والبقيه الحاجه كلها موجوده، كوبايه حليب مع بيضاي، مش عايزه اكتر من كده. وهادي الطاجن بتاعنا وادي الجلاش. مقاديرنا هتنزل على الشاشه عشان نبدا ان احنا نشتغل في وصفتنا عشان نحطها كمان في الفرن. ادي زيت سندباد اهو، حاضر زيت سندباد اهو معايا في بوله كده او في سلطانيه من عندنا علشان ان احنا نورق بيه الجلاش. عندك مثلا زبده ولا سمنه ما فيهاش اي مشكله، اعملي بيهم عادي، مش هيقول لك لا. طيب مقاديرنا نزلت، لفه جلاش، بصلايه مبشوره، فلفل الوان قطع، زيت زيتون اسود شرايح، جبنه صيدر وجبنه موتزاريلا. ده الحشوه بتاعتنا اللي هنحطها في الجلاش. طيب عندنا على الوش هنحتاج ايه؟ كوبايه حليب وبضايه، وهنتبلهم بملح وفلفل اسود. مقادير سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه، طبعا زيت سندباد علشان التوريق. همسك اول حاجه كده الطاجن بتاعنا بقى او الصينيه الجميله اللي عندكم كده، سواء المونيا بقى تيفال زي ما انتم عايزين، وهنروح دهنين الارضيه بالشكل ده، واروح ماسكه الجلاش بتاعنا كده. انا مستخدمه ان الطاجن بتاعنا يكون مربع علشان يبقى على قد الورقه اللي احنا هنعملها. بصوا بقى هعمل ايه، انا هعمل كده. طيب نحط دي في الارضيه عشان مقطعه اهي، اكيد مش هنرمي حاجه من الصينيه بتاعتنا كده اهي. وطبعا عشان الارضيه مدهونه زيت فدي مش هتدهن معانا، تمام. نيجي بقى نبدا بالورقه اهي السليمه، وهعمل كده وهروح هحط كده وهسيب نص الجلاشيه بره بالشكل ده. الطبقه الثانيه برضو نحط فوق، يعني بنحط بره وجوه، واحده اتقطعت معانا ما فيهاش اي مشكله اهي، بنحشي بيها الارضيه مش هتقول لنا لا كده. ليه بعمل كده؟ علشان تطلع لنا ملفوفه، ما تبقاش ان هي تيجي تقطعي مثلا حته الجلاش تلاقي الحشوه بتقع منها. الكلام ده برضو لو انت هتعملي صينيه مدوره نفس النظام، تطلعي كده من بره وتلفي بيه الصينيه وتبداي تشتغلي عادي جدا كده. طيب احنا شايفين يا نونا ان انت حاطه في الحشوه بتاعتك بصلايه، البصلايه ديت هتحطيها كده. انا البصلايه اللي احنا حاطينها مبشوره، مش هضطر ان انا احطها على النار. هعمل فيها ايه؟ همسكها هدبلها بشويه ملح وفلفل اسود وادعكهم كويس قوي مع الفلفل علشان كله يبقى تتبيله واحده. عايزه تحطي مع الحشوه بضايه في النص مش هتقولك لا، عايزه ان انت ما تحطيش برده مش هتقولك لا. البضايه ايه فايدتها ان انت تحطيها مع الحشوه؟ ان هي تمسك الحشوه نفسها وما تطلعش من الجلاش بتاعنا، بس مش عايزه تحطي برده ما فيهاش مشكله. التقفيله بتاعت الصينيه اللي احنا عاملينها دي هتخلي الحشوه تبقى ممسوكه ومش هنحتاج ان احنا نحط حاجه فيها بالشكل ده كده. كده عملت مثلا نص اللفه. هاجي دلوقتي البصلايه بتاعتنا اهي، هجيب بوله، خلي دايما الجلاش اهو ملفوف. يا سلام بقى لو عندك فوطه او حاجه تروحي لفاه بيها او حطاه عليها علشان ما ينشفش منك ويكسر. ادي البصلايه، كل اللي هحطه عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود كده عشان تبقى متبله معايا، وما تزودوش الملح لان احنا عندنا زيتون هيبقى في الحشوه فمش عايزين ان هي تبقى حاده قوي. واروح عامله كده بالشكل ده.
واروح نازله بالفلفل وادبل كده كده، مش محتاجه ان انا احطه على النار بالشكل ده. وادي الزيتون، وادي المكس الجبن الشيدر والموتزاريلا، ما عنديش شيدر وموتزاريلا، ممكن ان احنا نحط حبه رومي، ما عنديش خالص، ايا كان عندك في البيت حبه بسطرمه ماشي، ممكن تعملي لو انت عندك تونه ماشي هيبقى برضو حلو جدا مع قرن فلفل حامي، كل ده هيبقى حلو قوي مش هيقولك لا. بصوا ادي الحشوه اهي مظبوط، وممكن نعملها وصفه صيامي زي ما هي قالت كده، ما نحطش بيض خالص، ما نحطش جبن. بصوا كده حطيت، انا قسمت دلوقتي الحشوه ليه، انا هعمل قالب الجلاش بتاعي او صينيه الجلاش زي طبقتين من الحشوه. بصوا كده حطينا ادي جزء، وارجع اعمل كده. بصوا بقى معايا كده، هو انت هتفصلي الطبقتين عن بعض؟ لا مش هفصل الطبقتين عن بعض، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. وارجع اعمل كده، الشكل ده واروح جايبه باقي الجلاش بتاعنا كده، وابدا ان انا اكمل. شفتوا انا خدت ورقتين وبقيت الكميه محطوطه بره، بس هحط باقي لفه الجلاش من جوه علشان لما احط الطبقه الثانيه بتاعت الحشوه وارجع اقفل اجيب برضو اللي من بره جوه عشان تبقى كلها واحده. ادي دهنه الزيت، عايزه تحطي فلفل حامي مع الحشوه ماشي، عايزه تغيريها ماشي، عايزه تعملي نفس الطريقه اللي احنا بنعملها دي، لو عندك لحمه مفرومه او عندك فراخ معصجه او عندك سجق ايا كان اللي انت عايزاه وموجود عندك وظفيه. احنا اتفقنا ان احنا ما بنعملش حاجه من بره وبنوظف الامكانيات اللي موجوده عندنا في البيت كده. ناقص اخر ورقتين هنحطهم ونرجع نحط الحشوه ونرجع نقفل بقى الصينيه بتاعتنا بالشكل ده كده. كده خلصت اهي، اخر واحده مقطوعه مني هرميها، لا هروح امسكها كده وعامله كده، واروح حاطه الحشوه بتاعتنا اللي هو الجزء التاني. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200 قبل ما نبدأ. فعن الجبنة الموتزاريلا بقى دي هي والشيدر لما تدخل الفرن هتلاقوها بقى ساحت معانا. تيجوا كده نقطع حتة الجلاش تلاقوها في منتهى الجمال بالشكل ده كده. نبدأ بقى نجمع كل اللي احنا عملناه ده، كل ورقتين عليهم دهنة الزيت، ما نعملش كل ورقة علشان ما يبقاش ان هو نيجي ناكل حتة الجلاش بتاعتنا نلاقيها كلها بتنزل زيت مننا. بالشكل ده نرجع نكمل باقي كل التطبيقات بتاعتنا. ثانية واحدة بس اقفله. بصوا كده فاضل اهي اخر طبقة من هنا ومن هنا، اروح عاملة كده قبل اخر طبقة هي اللي هتدهن اهي، يعني اخر طبقة مش هتدهن، سواء انت تدهني بزيت سندباد بقى او بتدهني
بسمنة او بزبده، اخر طبقه مش هتدهن معانا، اخر طبقه هيتعمل فيها ايه؟ اخر طبقه هتتسقي كده اهي. بس كده اخر طبقه هتتسقي بايه؟ هتتسقي بالحليب والبيض اللي احنا عاملينه. نجيب ده كده، ادي كوبايه الحليب، ادي البيضايه، نربهم مع بعض بسنه بسيطه من الملح وبرشه الفلفل الاسود. بس قبل ما احط الملح والفلفل الاسود عايزه اقطع الجلاش بتاعنا كده. سكينه حاميه ونروح مقطعين الجلاش بتاعنا زي ما احنا عايزين. بصوا كده، بنعمل سكينة حامية ونتأكد ان هي وصلت الأرضية. بيتقطع قبل ما بنسقيه. في ناس كتير وانا كنت منهم بصراحة، كنت بعمل بدخل الجلاش يتشمع شوية في الفرن وبعد كده يعني لمده 5 دقايق كده ياخد لون ولا حاجه ويتشمع وبعد كده بسقيه. لقيت بعد كده ان انا لا، لما بسقيه كل الاول قبل ما بدخل الجلاشيه الفرن او صينيه الجلاش الفرن بيبقى احسن لي بكتير. بسم الله. بالشكل ده كده الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200، يدخل الفرن ونشوفه لما يطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي. لا، هسيب الفرن يسخن شوية، يا اما ممكن ان احنا نحطه في الفرن التاني من تحت. بسم الله. يبقى كده عملنا الصنف التاني النهاردة من وصفاتنا الاقتصاديه اللي من غير ولا لحمه ولا فراخ وعلى قد ايدينا. كل الخضار بتاعنا كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن فلفل متقطع مكعبات وبصلايه. دبلنا البصلايه او دعكناها بملح وفلفل اسود عشان تدبل معانا خالص، واحنا اصلا كنا بشرينها علشان ما تاخدش وقت في التسويه وما تبقاش اصلا تبقى مصحصحه معانا، لان احنا ما حطيناش اي حاجه على النار. قلبت معاها بعد كده الفلفل الالوان برده دعكته، وبعد كده رحنا حاطين عليه الزيتون والجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا. ما عندناش شيدر او موتزاريلا، ممكن نحط حبه رومي، عايزه تحطي بسطرمه ماشي، عايزه تحطي علبه تونه ماشي، زي ما انت عايزه. اللي موجود عندك احنا قلنا بنوظفه. وبعد كده عملنا الحشوه طبقتين وحطيته في الفرن ده قبل ما نطلع الفاصل. بس في الفاصل انا رحت ناقلاه الفرن ده علشان يستوي براحته بسم الله. بصوا كده، هنلف الطاجن بتاعنا نرجع نكمله تسويته في الفرن. كده انا لازم اطلع الجلاش بتاعنا علشان انا مش عايزاه ياخد لون غامق اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدى شويه ونقطع قطعه منه ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. بس هو بصراحه بيتكلم عن نفسه يعني كده. نقطع كده حته من الجلاش ونشوف شكلها لما تطلع هتكون عامله ازاي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نوزع كده وايه قبل ما نطلع القطع بتاعي. بسم الله. بصوا
شكله جاي معاك كده. ادي الطبقتين بتوع الحشوات، تحسوا ان هو عشان حطينا الحليب بالبداية في الاول مقرمش اه من فوق، لكن تمسكوه عامل زي الفطيرة المشلتتة، مش ناشف كده اهو. تعال نطلع كده كمان. حاضر، ان هي الاتنين في منتهى الجميل، ولا لازق في الصاج ولا اي حاجة او في القالب اللي احنا مستخدمينه.